وتحولت المسألة إلى مطالب شيعية مقابل سنة. أرجوكم لا تمزقوا البحرين، كفانا تمزقا في الأمة. إنما أخي الذي يقع في جميل. البحرين الذي يرى الشعارات التي ترفع يدرك بأنها مسألة طائفية جميل ليست جدا. مسألة سياسية أو قضية مطالبة بحقوق. إن ثورة البحرين ثورة غير هذه الثورات، إنها ثورة طائفية. ثانيا، نحن لسنا موالاة. البحرين فيها ثلاثة أطراف، فيها النظام الحاكم وفيها السنة وفيها الشيعة. العملية ليست عملية موالاة ومعارضة. هناك الكثير من الخطوات التي تم اتباعها والتي ظهرت خلال ما نعم. يزيد على 40 شيخ سنة. شيخ عبد اللطيف، ولكن نعم. يعني لابد من الإشارة بأن المعارضة البحرينية والتي تتواجد ويعني تمارس هذه التحركات في الشارع هي من يعني السنة ومن الشيعة على السواء. لا يوجد معهم من السنة إلا نفر قليل جدا. ونحن أيضا في الفاتح اليوم وصلوا 450، عندنا من السنة وعندنا من الشيعة وعندنا من البهرة وعندنا من المسيحيين واليهود وغيرهم. فالعدد الأكبر أو حتى من الشيعة ذاتهم تصلنا اتصالات كثيرة لا توافق على هذا الذي يحدث من هؤلاء المتجمعين في دوار اللؤلؤة. نعم. وهناك القوى السياسية من الطيف الشيعي، نحن نحترمهم جميعا، نعرف أن هناك فئة أو فئتين هي التي تقوم بالتحريك، بقية الفئات أو الأطياف لا تقبل بهذا الرأي. ولكن هي مطالب للإصلاح ولي يعني التقدم بالنظام السياسي في البلاد، ويعني هناك مصلحة ستعم على البلاد كافة. البطالة مشكلة السنة قبل الشيعة يا اخواني. وزارة التربية سوت؟ وظفت يا اخواني كثير من الشيعة عشان يسكتونهم، سكتوا الحين جزاهم يا اخواني. الله بلا شماته، حولوا المدارس الى مآتم والى مذابح والى دروس حقيرتني يا اخواني. يا اخواني دوار المتعة ودوار النفيش بصراحة أقول لكم إيه مزبلة، جزاكم الله مزبلة، لأنهم عايشين في زبالة جلكم الله، ولأن مبارين وزبالة في زبالة جلكم الله. أقول لكم بصراحة لا ينبغي للدولة أن تسكت عن هذا الأمر يا أخواني. تبون متعة؟ في متعة هناك. تبون أكل؟ في أكل هناك. تبون بورني؟ في بورني. هاي دمية ها؟ إيش بقى بعد؟ مسخرة. أطلب الدولة شيء واحد، وأرجو أن أي واحد من الإخوان يشتغل في الداخلية يوصل هذا الكلام أو في الديوان الملكي أو في أي مكان كان، أن يسحبون جوازاتهم من الليلة، جوازات الخاصة، ليطوفون منها من الخط الخاص، لأن ما ندري ما نأمن على أنفسنا شيبون من القطيف ولا غير القطيف. وإن كنت أنا متأكد أن تحت المآتم مخازن من الأسلحة من حزب اللات والعزة. يا إخواني أنا أقول لسمو ولي العهد اللي قال إلى التهدئة بنهدأ، لكن أقول له الشارع السني إذا انفجر لا تلومون عقب ذلك. أقول يا إخواني إذا كان هؤلاء السبع صادوهم سووا فيهم كذي، إيش سووا فيكم أنتم يا أمهاتي يا أخواتي؟ وأنتم لو صادوا ملكنا لا قدر الله إيش سووا فيه؟ حقد يا إخواني أسود في قلوبهم، كادوا أن يقتلون شبابنا وإخواننا حماة الوطن. مو يقول الشهداء شهداء وشهداء وكلام فاضي. الشهيد يا إخواني اللي يموت على أرض الوطن ويحب الوطن
هو ياخذ بولوتوف يذبح اخواننا واحبابنا، او سيف او مسدس من تحت الفراش. يخبركم في خيمة المتعة. الشرع السني يا اخي الكريم، الشرع السني اشرف منك، الشرع السني يا اخي بالعكس احكم منك. كلام عليك تقول هذا الكلام يا شيخ عادل؟ حرام ثم حرام، الشارع السني يحترق وانت تقول لي ما الكلام الفاضي قاعد تقوله. اذا كان عندك قدره تكلف الملك قل له عن الشارع الشعب السني شو محترق، قل له الشعب السني شو مديوس، قل له الشارع السني يا اخي قول له يطهر دول الخليج وطاهر البحرين من هاي الرفضه، وطاهر البحرين من هاي الرفضه. اما ترفع يا اخي التليفون حق وزير الخارجيه وتودد حق من؟ حق عبد العزيز الفاضل؟ عبد العزيز الفاضل يا اخي اكبر اهانه حق المجلس محطوط. يا عادل المعود خلاص خاف يا اخي، خاف الله سبحانه وتعالى اكثر من عادل المعود. طيب. الشارع طيب. السني يا اخي احكم من عادل المعود. هذا موقف مخزي مو شجاع يا عادل المعود. طيب شيخ محمد. والله مخزي. طيب شيخ محمد. انا اقول للشيخ عادل المعود هو المهدي المنتظر يبدو حق الشيعه. او انه سوبر مان مال البحرين. وطن البحرين ليس وطنا للشيعة، هذا الوطن وطن البحرين ليس وطنا للشيعة وحدهم، هذا الوطن وطن البحرين ليس وطنا للشيعة وحدهم، فهو وطن السنة والشيعة. أيها الأحلى أن كل فرد ومنزل وأسرة سنية هي أمانة في أعناقنا نحن الشيعة، أمانة في أعناقنا نحن الشيعة، وأن كل فرد ومنزل وأسرة شيعية هي أمانة في عنقك أخي السني. شبابنا اللي ما رمى حجر على شرطي مرتزق ذبحه وذبح اخوه وجرحاه وغدر به في الليل، هذا الشباب اللي وصل الى هالدرجه تتوقعون انك ما تخلى عن طائفتي طائفته طائف طائفيته؟ وبدل أن يلعب الحكم ورقة السنة ضد الشيعة وورقة الشيعة ضد السنة، ورقة الفاتح ضد اللولو
وورقة اللؤلؤة ضد الفاتح، نقول الحكم كلهم إخوان يجلسون في جمعية تأسيسية منتخبة ويحلون مشكلتهم بين بعض وطلعوا منها.